الإنسان على الأرض أول ما ابتدى. أخ قتل قدر أخوه وعاش بجنون في جوف ليلة والظنون 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 إنسان. يبقى هو الإنسان يبقى هو الإنسان. إنسان ضعف وقوته، إنسان يضيع السدى، إنسان عالموربته، إنسان جبنة وجرته، يبقى هو الإنسان. صفك وينصرك ويكون لك ولا يكون سام. Thank you.
زمان ما شفتك بذي الحالة من التفكير. ما يغيب السواد إلا البياض، وما يجي بعد العتم إلا النهار. لا تحط كل البيض في سلة واحدة، خفف على نفسك، هونة بتهون. تقول لي انك حسيت بتغيير صار مع سعد ونواف، هذا يعني يا ابو الفضل انه وصلنا للنقطة اللي كنت اتمنى انها تتأخر شوية، مع انك متأكد انها بتكون موجودة في يوم من الايام. اذا كنت تقصد موضوع استقلالهم عنك فدي مسائل طبيعية، وتشوفه من الطبيعي تغييرهم بهذا الشكل وفي هذا التوقيت؟ في كل الحالات انت كالعادة سبقتهم بخطوة، وهذا بيعزز قرارهم ورغبتهم، خصوصا بعد ما نفذت انت اللي وصيتك عليه. وشو انت تتوقع يصير منهم؟ المشكلة لما يصير اللي ما تتوقعه. مبروك، ألف ألف مليون مبروك. مبروك على المكتب والسيارة، هذا الشخص العم ما قصر، لأنه عمره ما قصر معنا. وبعدك ذاك يا نواف، بعدك ذاك العم ما محتاج لا لشهادتك ولا لشهادة غيرك فيه. تشوفني أجرح فيه لما أتكلم؟ أشوفك تجرح فيه وانت تمدحه. في اليوم اللي تختلفوا فيه اعرفوا انكم فقدتوا الثقة بأنفسكم، وفي اللحظة اللي تفقدوا فيها الثقة بأنفسكم اعرف ان ثقتكم فيه تنسد. هذه من ذيك وميزانهم واحد، عملة بوجهين والقيمة واحدة. هو من غير ما يقصد سلبنا ان نكون مثل ما احنا. كيف ممكن نلوم واحد مشكلته معانا انه يحبنا؟ صدقني صدقني يا نواف انه ما راح ينساك، ومثل ما اعطاني بيعطيك. يا مجنون، من قال لك انه نساني؟ ظن اني غيران منك باللي اعطاك اياه. اللي ما تعرفه انك تبيته بكل ما فيه لي، وقطعه ارض تجاريه، موقع للعيادة اللي كنت أحلم فيها واللي عمري ما تكلمت عنها. هذا هو العم، وهذا اللي متعبني. هو في الوقت اللي نحن الاثنين فكرنا بالانفصال بحياتنا عنه، هو حس وتقدمنا باللي عطانا إياه. اللي ما يعرف العم ويعرفنا يقول بدل نهاية خدمة، واللي يعرفه ويعرفنا بيقول هذا أبسط شيء يقدمه أب لأولاده علشان يبدوا حياتهم بأحسن وجه. مهما حاولنا نبعد عنه بيظل قريب منا، ومهما اقتربنا من أنفسنا بيظل هو الأقرب. أظن إنه جاء الوقت إن الواحد يرتاح ويأخذ إجازة لشخصه ويبتعد عن المؤتمرات والاجتماعات، ولو إن ذاك كان واجب علينا. وهذه الإجازة بعد واجب لنفسك علشان ترتاح؟ أنا برتاح أكثر لما أطمن وإنتي مع ما بديرتك، وإنت تعرف إني بخير لأني معاه، وأعرف إن لحد الحين ما سألك، وأعرف إن إنتي لحد الحين ما كلمتي. ليش يا بقية ليش؟ أكيد بنتكلم في يوم، المهم إنك لا تضايق نفسك وإنت على نية سفر. أنا برتاح أكثر لو كلمتيه قبل لا أرجع من هذه السفرية. توعديني يا بقية؟
ما اريدك تشوفي علي بذيك النظره مره ثانيه. هذا وانت تقولي انك تريديني. انا اتحمل علشانك كل شيء. لازم تقولي كذاك لان الضرب صار يعجبك مني. انت تعرف انا تحديت اخوي الحاج علشانك. اذا لازم تصبري، المساله مساله وقت. صار خوفي منه عاده وتعامله معاي بهذيك الطريقة صار ضرورة أنا أحتاجه. حتى لما وافق إن ننفصل وافقت على شرطه إني ما أتزوج غيره. تعرف إيش يعني الوحدة لما تنصدم باختيارها لزوجها؟ إيش يعني إنها تتحول إلى نصف أنثى وترضى بنصف عطاء الزوج لأنه ما قادر؟ لما رجعت هنا بدون ما أحس صرت أشتاق لهذيك المعاملة. صرت أتذكرها كل نهاية شهر قمري، وهو كان ينتظر كل ليلة اتصالي لأنه متأكد أني بتصل. هي هذه العقدة اللي كان يتكلم عنها الحاج؟ وإيش ممكن تسميها إذا علاجها ما صار إلا بطبيب نفسي؟ مستغرب؟ هو بعد مستغرب لأني تغيرت، واستغرب أكثر لما رفضت إني أرجع له بعكس كل مرة أنا أطلبها منه. وجن جنونه لما عرف إني تزوجتك، لأنه عقدته صارت عندي، وسره اللي ما بغى في يوم حد يعرفه. تذكري أول مرة تقابلنا فيها؟ ايش هناك يا شداد؟ صار لي كم يوم لما مر عليك اقرا في عيونك كلام، لكن صعب ان تقبل لسانك. لا ابدا، ما في شيء. لو في شيء كنت بقول لك. انا من اللي غيرك. الغريب انه جسمي بدا ينشط بوجود الادويه الفيروسيه اللي قال عليها الدكتور. انا عرفت انها تساعد الجسم على ان الفيروس ما يتكاثر في خلايا الجسم المناعيه، لكن للأسف هذه الفترة محددة. أعرف. والمرحلة الأخيرة هي المرحلة اللي يتكاثر فيها الفيروس، إنه بيتأقلم مع الأدوية اللي بتكون مع مرور الوقت غير مؤثرة. هذا غير إنها ممكن يكون لها مضاعفات لأمراض ثانية. اليوم انت معي، بكره ممكن تكوني مع بنرجع لنفس الموضوع اللي ما احب اسمع منك يا شداد. لا كنت ولا كان لياخذ مكانك في قلبي وروحي وعمري كله. تنتزع مني الروح ولا اسويها؟ هذا الكذب تقوله من ايام وساكت. أنا قصدي رضية إنه هذا حقك. تسقط كل الحقوق قدام حقك وحق أولادي. أنا أنفاسي ملكك يا شداد. حتى ربي ياخذ روحي اللي هي أمانته. أرجوش، هذا كثير علي. كلامك يحسسني بذنبي معاش. أنا اللي أرجوك إنك تفهم، أنا من دونك بموت.
ولولا أولادي يا شداد كنت عيت ربي ياخذ روحي فداك. شداد شكرا جزيلا على الشاي، واتمنى ان نلتقي قريبا يا ابو قيصر. ما اعرف اذا كان عندك من الوقت فرصه للكلام معي يا قيصر. ما يمنع الكلام معك حتى الحين، يمكن مره ثانيه. ايش كان يريد منك؟ ما قلت لي ايش فيها يديك مربوطه؟ ضربت بها جدار بدون ما انتبه، ما جاوبتني على سؤالي. ما في شيء مهم، انا لازم اخرج الحين. ماجد بيقول لك ان موضوع الرسائل لا بتقدم ولا بتاخر بالنسبه له، لكن يريدك تعرف انها ممكن تكون سلاح ضدك لو تقدم بها الى الادعاء العام، لانها مسيئه للسمعه ومزعجه. اللي لازم تعرفه ان الانسان اللي كانت زوجتك في يوم من الايام هي الان زوجته على سنة الله ورسوله، ومهما كان من عداوة بينكم فده ما بيديك الحق للتعرض على حرمه، وده سبب آخر لمقاضاتك لو تكرر الأمر. والأفضل من كل ده الإسراع في تحديد موعد الاجتماع العائلي اللي اتكلمنا فيه قبل كده، وده بيأكد ليك إن نتيجته بتكون أفضل للجميع. وبتمنى منك إن يكون في أسرع وقت. ما أريد أعرف عنه أي شيء أو حتى أشوف وجهه. ومن يريد يقابل ذاك النحس؟ بس نحن لازم نعرف هو وش يريد بدل المحاكم الله يهديش. ما كان هذا كلامك يا زايد، إيش اللي تغير؟ اللي تغير إنه هو اللي طلب يشوفنا، وهذا يعني انه يريد الدعوة تنتهي بدون محاكم وفضايح. راشد تكلم. انا مع زايد يا وعد، نشوفه ايش يريد وبعدين نقرر. خلاص روحوا انتوا الاثنين، شرطا ان نكون احنا بثلاثتنا، انا وانتي وراشد. طمن، ما بنعطي فرصة لغيرك، ونحاول نختصر معه. انت ما شفتني كيف فقدت اعصابي لما شفته اخر مره في المحل؟ ما ظني قادره اكون هاديه وهو قدامي. لا يا وعد لا. انت لازم تكوني هاديه. احنا كل همنا ان نتخلص منه في النهايه. يا ريت هذا ما يكون. انا لولا وعد ما كنت قالتك في شيء. والحقك هذا أكيد السبب. راشد مالك ساكت كذاك؟ قول شيء. أنا اللي عندك قلته، والكلمة الحين لوعد. اللي تطلبوه مني ما سهل، أعطوني فرصة حتى أكون مستعدة. أكيد صار شيء ما في صالحك عشان كذاك غيرت رايك. انت الوحيد اللي انا ضامن انه يكون معي حتى النهاية.
طلبت لنا شيء؟ بعدك تنتظر الرد منهم؟ أقصد إذا كانوا بيوافقوا يلتقوا فيك؟ والله العالم، بس هذا الشيء أنا أتمناه. إن شاء الله بيكون. إن شاء الله. بس في بعض الأحيان الأمور لما ما تصير في وقتها يتمناها الإنسان لو ما صارت. أحيانا الإنسان يكون عاجز عن تحديد الوقت وما يملك إلا أنه ينتظر، والانتظار يفقد معناه إذا طال، يكون وكأنه شيء تكميلي فاقد المعنى. أنا ما أعرف أنت عن إيش تتكلم. أقصد حالة الانتظار نفسها ونتيجتها لما تطول. كنت في كل مرة أرجع فيها لازم أمر على العم سالم وزوجته. في ذيك اليوم اللي كنت جايب لهم خبر يهمهم ويفرحهم حصلته وحيد، ما تسري عنه غير وحشة المكان. ساعتها عرفت انها ماتت وتركت لوحده ينتظر. يتغمدها الله برحمته ويسكنها فسيح جنات البارحة. يا سبحان الله، وأنا اللي جاي أقولكم إنه راجع بعد 4 أيام. بعد إيش كان؟ هو تأخر وهي راحت. كان يعرف إنها تنتظر أكثر مني عندها الماء والنفس والحياة. المهم إنه راجع، على الأقل تقر عينك. ومن يضمن إن عيني ما تغمض قبل لا أشوف. Can't you wait for my death in order to inherit from me? Remember, Orestes, I was the one who raised you. I thought you forgot about that after this parasite came along. You brought him here, or have you forgotten about that? But I know your goal now. You brought him here to help you manipulate me. And when he rejected to do so, and you failed your plans, now you're calling him a parasite? And please forgive her, Estes. It's just unfair that all your wealth gets wasted on this man. I thought you had a different opinion about him, Elena. But of course, when the motives alter, so do the perspectives. Majet is not a stranger, he's family. And he wouldn't do what you're both are doing now. What is it? What is it that we are doing now that you don't like? You are rushing my death, asking for your inheritance while I'm still alive and breathing. Can't you wait? Stop it. Stop it now. Margarita, darling. Instead of ruining your mood like that, why don't you just simply tell them that you left them enough money to live a good and secured life? I know them better than you do. Mark my words, Majid. If somebody's waiting for you to die, he will be more impatient if even he knows you've left him something.
انت ما قدامك الا انك تنتظر يا ماجد، وان شاء الله ما بيطول انتظارك. ان شاء الله. انا عرفت انه الحياة كلها رحلة سفر وانتظار، وسبحان الله الانسان اول ما يوصل للي يريده ينتظر الشيء الثاني بفارغ الصبر. اكيد انت تريد تعرف كيف بيكون لقائك معاهم. نعم، وما انكر اني متخوف منه، لكنك انت تتمناه وتريده. هو الحقيقة اللي ما منها بد، واللي ما منها بد فهو واجب. حبيبي، ممكن تخلي كل شيء لوقته؟ ايش اخبار ولدنا نهار؟ بخير، ويقولك خلي بالك على نفسك. ما شاء الله، هذا يسجل حضوره قبل لا يوصل. هو واصل لانك موجود. بدينا في الفلسفة اللي ما فهمها. وافقتي تقابلي معهم؟ اكيد الموضوع راح يكون قاسي عليك اكثر مما تتصور، لكن ما عليه، بحاول اتماسك قدامه رغم اني ما اخذ في خاطري منه، لكن ما انكر اعجابي فيه. تمدحها يا قيصر بعد كل اللي سمعت عنه؟ عمتي، نحن تكلمنا معه. انا تحديدا اشعر انه في كلامه حاله صدق. اعتقد يا عمتي ان مقابلتكم معاه ما راح تجيب اي نتيجه. وايش اللي يخليك تقول هذا الكلام؟ المكان اللي حددتوه للمقابله، اقصد الشركه، المكان يفرض عليكم نوع من الرسميه، مع ان الموضوع عائلي. ليكون كنت تريدنا نقابله هنا في البيت؟ طبعا لا. عمتي، اقدر اكون موجوده معاكم؟ عرضت على ابوي ان اكون موجود بس رفض. موعدنا معاه بكره. موجودين يا زاي. خير، ايش بغيت تقول قبل لا يوصل ماجي؟ بغيت أأكد لكم وأذكركم إن أي تغيير على اللي اتفقنا عليه مرفوض. أي تراجع في أي لحظة من المقابلة مرفوض. وإيش اللي يخلينا نتراجع؟ هي كلمة ورد غطاها مثل ما يقولون. أخاف إنه يأثر عليكم بكلامه، تراكم تعرفوه مراوغ وبعدين تحن قلوبكم. وين تحن قلوبنا واللي ناويين نسوي فيه الظلم والقسوة؟ أعتقد أننا ظلمناه كثير يا زايد. ما أظن أشد من ظلمه هو يا راشد. أرجوك تسمح لي أدخل معاكم. خليك أنت هنا يا سعد، واطمن على أخوك. أنا عرفت إنه بيرجع الشغل اليوم بعد الإجازة. أنت في هذا الموقف وبعدك تحالي تفاصيلنا الصغيرة؟ أنتوا تشوفوها صغيرة يا ولدي، أما أنا أشوفها مهمة. لا تنسى. شكرا. يلا يا أبو الفضل، توكلنا على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.
رد السلام واجب يا جماعة. ما بيننا وبينك سلام. دخل في الموضوع اللي جاي عشانه بسرعة. ليش يشوف عليك ذي كأنه يلومني؟ من متى ما ترد السلام؟ السلام لله. وعليكم السلام. كيف يعني؟ بنقضي الوقت سلامات ولا ايش؟ الحين ممكن نبدا. انا طلباتك يا ماجد. ليش بغيت تشوفنا؟ انا بغيت اشوف اخواني الثلاثه زايد وراشد وعد. فاول طلب اطلبه هو ان كتيبه المحامين اللي عندكم ومحامي العزيز ابو الفضل يخلونا بروحنا شويه. وجودهم مهم ما دام في دعوه وقضيه. نحن بعدنا ما دخلنا المحكمه يا وعد. لا تجيب اسمي على لسانك اذا تريد نفسك الخير. شفتي؟ هذا انت من البدايه ثايره. وهذا يخليني أأكد على طلبي. نحن ما بنتكلم عن خصوصياتنا أمام الغرب. أنا رأيي من رأيك يا زايد. طيب تفضلوا أنتوا الحين وبنطلبكم إذا احتجنا لكم. بروحنا نحن الأربعة. إيش عندك؟ إيش بغيت تقول؟ أنتوا اللي إيش عندكم؟ ليش يعني تريدوا تنكروا حقي في الورث؟ ليش؟ لأن ما لك حق عندنا. أنت سبق وخضيت اللي لك من الورث. وإيش اللي يثبت كلامك هذا؟ أنت اللي لازم تثبت ادعائك إذا أصريت. ما نحن؟ يا ترى هذا رأيك انت بعد يا وعد؟ هذا رأينا احنا الثلاثة وما عندنا رأي غيره. وراشد معكم؟ ليش ساكت يا راشد؟ سامحني غصبا عني، من زمان وانا ضال منك. رد علي يا راشد، خليه يفهم ويقتنع انك معانا بنفس الراي. ايوه ايوه يا ماجد، انت 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 مالكش عندنا. هذا اخر كلام عندكم. قلنا لك اللي عندنا. ايش بعد؟ ولا شيء ولا شيء. نادي المحامي. صلي
المستشفى وجبتيه هنا. انت ما تخافي على ريان وعلي؟ ما ولي يرحم والديش خف صوتك ليسمعك شداد. هو طلب مني يجي من الاخر مره، يبغى يشوفكم ويشوف اولاده. حرام عليكم تحرمون من ابسط الاشياء واغلاها. لا والله ما بغيت تحرمين هو من ابسط الاشياء اللي تقولي عنها وتحرمين نحن من حياتنا. ها حبايبي بتروح الحديقه؟ لا بابا خليني اجي معاك. يا مجنونه هو اللي بيسلم عن باقي اللي انا مسافر. صح حبيبي مسافر. وريت اسلم عليهم كلهم عشان اطمن انه ما حد زعلان. يلا يلا يا ربيع نرجع المستشفى. مساء الخير عليك. مع السلامة. الله يحفظك. مع السلامة. شر البلية ما يضحك. كنت أتمنى أشوفهم هنا اليوم. اللي عرفت أنهم كلهم في الشركة علشان موعدهم مع عمي ماجد. اللي متأكد منه أنه بيتفوق عليهم. أنا حاولت أكلمه بس تلفونه مغلق. ما عليه أنا متأكد أنه بيجي ويشوفه. الوحيد اللي يجيك اليوم. جلست أفكر في كلامك كيف ممكن نساعده. أتمنى أحل مشكلته قبل لا أموت. أبو الفضل في حال أنهم كذبوا الدعوة اللي قدمتها إيش يتوجب عليهم يعملوا حتى يكسبوا القضية؟ القضاء بلزمهم بالقسم على صحة قولهم. ونحن مستعدين ان نحلف وعارفين هذا الشيء قبل لا نشوفك. بتحلفوا كذب كذب انتوا عارفين هذا الشيء. انت اخر واحد تتكلم عن الكذب والكذابين. هدي يا وعد ما له داعي هذا الكلام. خلاص يا ماجد ما في داعي نطول السالفة. احنا قررنا نحلف. ابو الفضل امرك يا استاذ. اعتقد نخرج نتلاقى في المحكمة حتى القضاء يحكم بحكمه. بس اريد اذكرك يا ماجد انك بتضيع وقتك. القضية مضمونة لنا. اكيد بتكون مضمونة طالما بتحلفوا. وإن كان هذا صحيح ففي هناك استئناف والطريق طويل. موعدنا في المحكمة يا جماعة عشان نكمل القضية. لا يا أبو الفضل موعدنا في المحكمة علشان نتنازل عن الدعوة. توقعتك بتسويها يا ماجد طول عمرك وانت تدفع ثمن أخطائك. ايش تريد تقول لنا بهالتصرف؟ ما دام انك بهذه المثالية كان من الاولى انك ما تتقدم بدعوة. انا تقدمت بالدعوة يا زايد علشان اطالب بحقي. واذا كان هذا الحق بخسره بعد ما يخسر اخواني امانتهم وذمتهم ويحلفوا بشهادة الزور فالله يغنيني عن هذا الحق. أظن أن الكلام انتهى الحين وكل واحد يقدر يروح يشوف شغله. لو سمحتوا أنا أريد أكلم أختي وعد لدقيقتين بروحي. لا هذا ما ممكن. لازم تكلمها في وجودنا احنا الاثنين. بس أنا أريد أكلمها هي وبس وأنا مصر على هذا. الظاهر انك ما بتخرج من هنا الا برجال امن الشركة. اريد اتكلم مع اختي وعد. وهي ما تريد تكلمك؟ كيف يعني؟ غصب؟ لا يا زايد انا موافقة نكون وحدنا.